اتفضل يا محمد. هو احنا جينا الصبح حضرنا عشان نحضر الجلسه، طبعا منعوا اهل الشهداء من الدخول. في البدايه خالص حصل برضو ان الامن المركزي جه واحتك بالاهالي وحصل شويه اشتباكات وغيره. بعدين برضو بدات تحصل الاستفزازات. لما حصل الاشتباكات الاولانيه اللواء بيقول اه احنا عاوزين كده، هو ده كويس كده يستاهلوا، خد بالك. جه بعدين بعض الشباب بتوع الارترس وقفوا يهتفوا يا نموت زيهم يا ناخد حقهم، كلام من زي كده، واخد بالك. الاتباع مبارك والانصار بتوعه كانوا جوه واقفين مع الامن، الامن واقف حواليهم واقفين جوه بجوار المحكمه، بداوا يحدفوا طوب على اهالي الشهداء، بداوا يحدفوا طوب على اهالي الشهداء. فلما اهالي الشهداء ردوا عليهم بالطوب، لان المركزي كله امجاري وبدا يضرب في اهالي الشهداء بالعصيان وبالخرزانات، لقيت انا ابو شهيد مجرجرينه على الارض بيضربوه، خد بالك. فخمس ست عساكر بيضربوا فيه بالخرزانات، جريت عليه بسرعه قمت زايقهم، قول لهم انتوا مالكوش حق انكم تضربوه، تعتدوا عليه. قاموا شدني بيقولوا لي انت كمان. وطبعا حصل اشتباكات ما بيننا وبينهم بالطوب بقى والحاجات دي، وهم ضربوا النساء، حتى اهل الشهداء الستات ضربوهم، وبداوا يجروا بقى على الناس، الناس جريت وفضلوا يجروا وراهم بالعربيات. فطبعا كانت مهزله. طبعا كانت مهزله. عشان كده بقى هم موضوع عدم اذاعه المحاكمه ليها عامل طبعا ليها عامل. طبعا هم كده بيعتموا. وبعدين هم بيقول لك انتوا بتستفزونا. يعني مين بيستفز مين؟ دول اللي قتلوا الاولاد، دول اللي قتلوهم الشرطه. وواقفين بيقولوا لهم احسن وبيكلموا. طب ما هو ده استفزاز، طب ما تحط جيش. انت لو حط، هو جاب 3 4 5000 عسكري امن مركزي، لو جاب 100 ولا 200 عسكري جيش ما حدش هيحتك بيهم ولا حد يعمل اي حاجه. لكن هم متعمدين ذلك لاسباب هم عندهم بقى. هم متعمدين ان هم يظهروا الشهداء بصوره ان هم ناس مخربين وناس مشاغبين، وهم اللي بيعتدوا على الناس، واخد بالك. زي ما هم الشرطه فعلا هي نفس نظام البلطجه ونفس نظام قله الادب اللي كان موجود. هم جايين يحموا مبارك ويحموا انصار مبارك، لما ابو انصار مبارك ده مع الداخليه جوه وبيعتدوا على الاهالي، دول بيحدفوا طوب ودول بيحدفوا طوب، ايه الفرق؟ هم جايين يحموا مين؟ طب ام معز، انا عارف ان انت تعبانه النهارده، معلش كلمه كده ام معز. انا مش معز متاثر فيه فعلا، يعني مش عارفه اقول ايه والله، بس انا يعني انا مش هسيب حق معز وخلاص. هما دلوقتي انا حاسه ان مفيش اي حاجه اتغيرت، والنظام زي ما هو والفلول زي ما هي، وهم بيحاموا عنهم، فانا مش عارفه اقول ايه، يعني مش عارفه فاضل ايه تاني نقوله. يعني منعوك من الدخول النهارده يا ام معز؟ منعونا وضربوا كمان، يعني وضربونا وبالعصيان وعمل كانت مجزره الصبح هنا يعني. فدي مش عارفه ايه اللي اتغير، يعني مفيش حاجه اتغيرت. الحال بيسوء. الحال بيسوء، فكده مفيش قدامنا غير الشارع. ايوه بس خلاص، احنا ما بقيناش واثقين لا في محاكمات ولا في جلسات، هو قدامنا الشارع بس. هناخد حقنا بقى بايدينا. احنا سايبين القانون على اساس هو ياخد مجراه وهو يجيب حقنا. ف ما زال لسه الصحه موجوده محاكمه تاني والله مش عارفه ما زال ولا ايه، بس انا حاسه ان لا خلاص، يعني هي كده مفهومه، يعني هي الموضوع مسرحيه معموله، وهم يعني ايه راسمين الشخصيات وراسمين البدايه والنهايه. لا هم في محامين كويسين اشراف، ان شاء الله مش هيقعدوا مش هيسقطوا على هذا المستعان. يعني احنا مش عايزين غير كده، يعني احنا مش حتى المحامين، احنا مش عارفين نقول ايه للمحاميين، اذا كان المحاميين اللي موجودين معانا اللي هم من بلدنا وشايفين ايه اللي كان بيحصل وعارفين اللي بيحصل كله وعارفين ان دول خونه وحراميه وفاسدين بيحاموا عنهم، هنقول لهم ايه؟ طب انا هسالك سؤال بس معلش يا ام معز، القصه بتاعت الكويتيين اللي عايزين يجي يدافعوا عن حسني مبارك، ايه رايك في الكلام دوت؟ لا ده هم خايفين، ده هم جايين من بلدهم عشان ياخدوا سيت عندنا ان هم جايين يحاموا عنه ومش عارفه ايه، وبيقولوا عايزين حد يحمينا. طب امال جايين ليه؟ عشان هم عايزين حد يحميهم، جايين ليه؟ المهم المفروض ان يتلموا ويقعدوا في بلدهم بس، ويشوفوا بلدهم الاول. شكرا.